ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله صلاه سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبر النهارده بيتكلم عن مصري سافر الى الجزائر وانبهر بجمالها وقال ان هي انضف واحلى من باريس. بتحس ان انت اول ما توصل العاصمه وكانك ماشي في شوارع روكسي، وده احد الشوارع الموجوده في مصر، بالفعل فعلا تشبه المنطقه اللي هو كان بيتكلم عنها، وان هي كلها تحس ان هي منطقه اثريه قديمه، وبرده بالفعل روكسي هنا منطقه قديمه شويه ومنطقه راقيه جدا، وكمان ان انت بتحس انك ماشي في شوارع باريس وانضف منها بكتير. وصلنا بالقطر وفي وسط البلد دلوقتي، بتمشى للاوتيل. يا جماعه العاصمه بتاعتهم حاسس ان انا طالع من فيلم قديم. كلها كده، كلهم حاطين قصريات الزرع. حاسس ان انا في روكسي او في باريس، بس انضف من باريس، لان باريس ما بقتش نظيفه بالنظافه دي. اعمار كلها مدهونه. بص بص، اتمنى للجميع التوفيق والسعاده يا رب العالمين. ومش اول مره حد يشهد للجزائر بالجمال، ولكن الجميع. السلام عليكم.